النهارده في عياده الاهليه بنفتتح 76 محل، تم تاجير منهم 62 محل، والمحلات معظمها شغال، والباقي ان شاء الله في خلال فتره قصيره يتم التسجيل، ربنا يفتح عليهم بالخير. احنا عملنا كذا مكان لركنه السيارات، من اول ساحه الانتظار اللي قبل مول المشايه 800 متر مربع ب 59 عربيه، عندنا الباكيات اللي تحت حوالي 45 عربيه اللي تحت المول، عندنا المكان اللي احنا فيه اكتر من حوالي 60 عربيه، يعني اجمالي العربيات في الزوم بتاع مول المشايه 150 عربيه، ده عشان رواد المول، وفي نفس الوقت اصحاب المحلات لو حبوا يركنوا عربياتهم او ينزلوا البضاعه بتاعتهم للمول. المول طبعا فيه حمامات زي ما حضراتكم عارفين، حمامات رجالي منفصله وحمامات سيدات منفصله، بحيث انه لو حد جاء مع خطيبته مع امه مع زوجته مع اخته كلام من ده يقدر يلاقي حمامات شكلها كويس. المكان كله معمول بالكاميرات، فيه سكيورتي، كل حاجه جميله، وان شاء الله ربنا يفتحها بالخير على اهل الاهليه.